السلام عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج بخدمتكم. مشاهدينا الكرام، حلقتنا اليوم بالتأكيد الناس تنتظرها، كون الموضوع بتماس مباشر مع المواطن، إن كان في شمال العراق، في جنوبه، في شرقه، في وسطه، في غربه. جاء فصل يحتاج هذه الوزارة، يحتاج هذه الخدمة. فصل تعاقبت حكومات من سيء إلى أفضل وهكذا، وتبادل أدوار كان في هذه الوزارة، كان بشكل سلبي أو بشكل إيجابي، أو بعد التعديلات أو بعد المعالجات. احنا كإعلام واجبنا أن نشخص الأخطاء، نشخص الإشكاليات ونقدمها على طبق من ذهب إلى المسؤول معنا، كان في هذه الوزارة أتحدث عنها اليوم أو في جميع الوزارات أو الدوائر الخدمية الأخرى. هذا واجب الإعلام الحقيقي، وأن لا يكون هو بشخصية أو يأخذ دور شخصية المتسلط أو حامل السيف ويضرب بكل الاتجاهات. هذا مو دور الإعلام. دور الإعلام أن يكون محايد، يقدم وجهات النظر الاثنين، كان في وجهة نظر المواطن أو وجهة نظر الوزارة المعنية. احنا اليوم راح نخوض بموضوع مهم جدا، هو موضوع وزارة الكهرباء. امامنا بالتأكيد كل مثل كل عام صيف ساخن. هل هناك حلول واقعية وليست شعارات، بل واقعية حقيقية ملموسة ان يلتمس المواطن، او ممكن وعود وما تتنفذ؟ حتى نوضح هاي التساؤلات اللي عندي أنا كمواطن قبل أن أكون إعلامي، وعندك أنت يا مواطن اللي تشاهدني في كل محافظات العراق، حتى في الإقليم، يعني بالتالي المواطنين الإقليم هم عراقيين. فهل هناك إجابات حقيقية؟ أكيد راح نسمعها من السيد أحمد موسى العبادي الناطق الرسمي باسم وزارة الكهرباء. نرحب بك اجمل ترحيب استاذ احمد. مرحبا بجنابك دكتور حازم، حياكم الله حياك جميع المشاهدين. صار لنا فتره ما مشاوفين ملتقين. انا سعيد شفتك. الله يحفظك استاذنا. الله يسلمك. عفوا عفوا، تعلم منكم. استاذ احمد، شكرا اولا لقبول الدعوه. حاضرين. الله يحفظكم. وامانه دائما ما يعني اخوه في العلاقات يقولون بسرعه كبيره تكون الاستجابه لوزارة الكهرباء. هذا فخر ان انا اقول بانه نبحث عن وزارات تكون تعاون مستمر. نعم. واللي صاحب الوزارة اللي عنده إمكانية ما يخاف أن يظهر من الشاشة. نعم. وهذا إيجابي يحسب. نعم. أما الناس هاي إعلاميين، أما الناس لا تريد منكم واجرات. صح، حقها حقها جميل، حق راح نثبت هذا المصطلح، حق الناس. حاضرين. ونبدأ من هذا الباب، من حق الناس. نعم. نأخذ التساؤل العام اللي قاعدين الناس دي يشاهدونه، هل راح نشهد صيف ساخن وبقطوعات؟ نعم. تفضل. مرحبا بجنابك دكتور، حياكم الله جميع مشاهدي قناتكم. ابتداء لابد من الإشارة والشكر للوسطية التي تعمل بها قناة الأيام، سواء في التعاطي مع جهد المؤسسات والهيئات المرتبطة بعمل الحكومات، أو مع نقل معاناة المواطنين، وأن تكون حلقة وسطية لحل حلة هذه المشاكل. لبالتالي احنا متواصلين معاكم بشكل كبير. استاذ حازم دكتور حبيب. احنا دائما ما يتعاطى معنا بعض الاعلام، واقول بعض الاعلام وليس كل الاعلام، دائما يتعاطى بعض الاعلام مع المؤسسات وكانها خصوم للمواطنين. صح. وكانما هي اعداء للمواطنين، ويطلعوك بهذه الصوره البشعه امام المواطنين، لو يحملك اعباء المسؤوليه كامله، في حين انه ما كل يوم واحد ما يريد ينجح، ما كل يوم واحد ما يريد يمشي شغله، ما يريد واحد ما يقدم خدمه ويستمر بعمله. فهذا الدور يحسب لكم، الدور الوسطي يحسب لقناه الايام. شكرا لك ولبرنامجك، يعني حقيقه هذا اولا. ثانيا، احنا اليوم بتنا نعي حجم المسؤوليه الملقاه علينا كوزاره كهرباء، باعتبار
أن دولة السيد رئيس الوزراء لطالما برز منذ اليوم الأول اهتمامه بالقضايا الخدمية، وبأول اهتماماته كانت بالقضايا الخدمية هي وزارة الكهرباء، هي بوابة لنجاح الجهد الحكومي ككل. اليوم بالتأكيد ماكو عجلة اقتصاد، ماكو أمن، ماكو استقرار، ماكو عمل، ماكو استثمار، ماكو صحة، حتى ماكو معاش واقتصاد يومي لدى المواطنين بلا كهرباء. تدري اليوم ملف الكهرباء ملف أمن وطني، ملف تعايش سلمي، ملف اقتصادي، ملف متداخل بحياة الناس باقتصادهم بمعاشهم بحياتهم اليومية. احنا اليوم بتنا مستشعرين هذه المسؤولية الملقاة على عاتقنا. واحد ثانيا اليوم اقولها بصراحة وغير متزلف، لو كانت هذه الذهنية وهذه العلمية وهذا التشخيص للأخطاء اللي هو الآن معمول به معمول على معالجته، لو كنا نعمل هذه الذهنية لكنا انتهينا من ملف الكهرباء، ولكنا شخصنا إخفاقات ملف الكهرباء وانتهينا من ملف الكهرباء. بالتالي أقول هذا الملف عانى كثيرا، عانت الناس منه كثيرا، بمشاكل، بإخفاقات، بإرهاصات، بشبهات، بسوء إدارة، بتقصير، كله موجود، ولا أقدر أقول ماكو. هسه هذه الإخفاقات وهذا التقصير اليوم جانا رئيس وزراء وجانا وزير قال أنا ما مستعد أرحل المشكلة، أنا ما مستعد أباوع وراي، الناس تنتظر مني كهرباء والناس حقها، الناس بالصيف تقول لك وين خدمتك، وين واجبك، وين دورك. بالتالي اليوم لا ترحيل للأزمات، لا حلول وقتية وترقيعية وتطلع ترجع عليك مرة أخرى. هذا ضمن خطة الوزارة؟ هذا خطة الوزارة وهذه توجيهات الحكومية. من عادة الوزارة وخطة الوزارة لهذه السنة أو لهذه الفترة بظل التوجيهات الحكومية عدم ترحيل المشاكل، عدم إظهار الإخفاقات السابقة، معالجة المشاريع المتلكئة، العمل على تصحيح الإخفاقات والمضي بخدمة الناس. أستاذ حازم يوم الناس أنا أطلع أستعرض مثلا أقول للناس غاز ماكو، تخصيصات ماكو، مشاكل أكو، وهذا الملف إيه والناس شعلي، الناس تريد كهرباء. هذا ملف صار 20 سنة هذا الحديث، هذه الناس تريد كهرباء شعلي، أنا أروح أستعرض على مشاكل مالية اقتصادية فنية غيره وأنا شعلي. أنا اليوم كمواطن من حق خدمة عامة شعلة يعني، هذا اللي يأكده السيد رئيس الوزراء منذ زيارته باليوم الثاني على رئاسة الحكومة وزارة الكهرباء. أستاذ حازم باليوم الثاني لرئاسة السيد رئيس الوزراء لهذه الحكومة جزار مقر الوزارة، هسه أراد أن يعطي انطباعات. أولا أهمية ملف الكهرباء، واحد. ثانيا أن هذا الملف وما عانت منه الناس لابد نرفع هذا الحمل عن كاهل الناس. هسه نتكلم بواقعية، ما نريد نسرح بعقل الناس، نحكي باللي نقدر عليه، نحكي باللي نقدر نسويه، هذا اللي راح نطرحه اليوم مع جنابك. جميل، ممتاز. بالتالي وزارة الكهرباء عملت بالصيف الماضي على أن تحقق معدل استقرار حمل 24,000 ميجاوات. هذه السنة مع 1/5 مع دخولنا إلى شهر الخامس سنعلن جاهزيتنا الكاملة للمنظومة لأن تصل لحمل 27,000 ميجاوات. ممتاز. يعني زيادة عما تحقق بالعام الماضي 3,000 ميجاوات. وعلى هذا الأساس أقول وأؤكد من خلال قناة الأيام صيفنا سيكون مطمئن ورسائلنا إيجابية للمواطنين بأن يكون صيفنا أفضل من الصيف الماضي. بس هذه الرسالة اللي أبعثها للمواطنين حتى لا تفهم بشكل مغلوط مثل ما روجها بعض الإعلام اللي ذكرته لجنابك. احنا اليوم ما نقول صيفنا راح يكون 24 ساعة استاذ حازم. يوم انا احكي بواقعية، انا احكي بعلم، الكهرباء ما تنقاد لا بخت ولا بسوالف ولا سمعني حلو وسمعك حلو، احكي لي بحلول علمية تقدر لها لو ما تقدر لها. احنا من قعدنا واستعرضنا خطتنا امام مجلس الوزراء وامام السيد رئيس الوزراء وامام البرلمان كنا راح نوصل بالصيف ل 27,000 ميجاوات. قالوا 27,000 ميجاوات ايش راح تشغل؟ ايش راح تسوي بالصيف؟ كنا راح بالصيف الماضي قلنا اكو تحسن، قالوا وياه اكو تحسن، كان اكو تحسن صحيح، قلنا هذا الصيف احسن من الصيف الماضي، قالوا بدلاله شنو؟ قلنا نوصل ل 27,000 ميجاوات، قالوا يعني شلون؟ قلنا وحدات توليديه كانت متوقفه هالسنه راح ندخلها للعمل، مشاريع كانت متلكئه اللي هي محطه دبس، محطه الانبار، محطه المسيب وتوسعاتها كانت معطله ومتلكئه الان راح تدخل بالعمل. طاقات انتاجيه جديده راح تدخل للعمل، استقراريه شبكات وخطوط النقل واللي كان يصير شت داونات وما ادري شنو بعد ماكو، هذا ماكو. استاذ حازم احنا ب 10 محرم العام صار عندنا حادث بمحطه البكر بالبصره، صحيح، طفى العراق من الشمال للجنوب، من سيلونا قلنا حادث بالبصره اللي احترقت، قالوا يا اخو بالضبط
من قلنا حادث بالبصرة وهو طفل، قالوا يا اخوان الحادث بالبصرة طفل العراق كله. قلنا هذه شبكتنا مربوطة رينج يعني شنو؟ يعني الخطوط متداخلة. هذا الموضوع من بعد 10 محرم من صار 11 مرة نفس الحادث وما وقعت المنظومة، ما انفصلت المنظومة، صار عزل. مما يعني اشتغلنا على موثوقية خطوط النقل قبالة زيادة الانتاج، مو قلت لك 3000 زيادة انتاج، موثوقية خطوط النقل، تعزيز ربط المحافظات بعضها ببعض، إعادة المنظومة للمواصفة الصحيحة اللي كانت مغادرتها، نوع العوارض من يصير يفصل منطقة العارض ما يأثر على المنظومة. بعد اشتغلنا على قطاع التوزيع، شبكات، خطوط نقل، استحداث مغذيات، نصب محطات ثابتة متنقلة بمراكز الحمل، تأهيل الشبكات بنحو شنو؟ يصرف 27000 ميجا واط. سيسأل المواطن راح تعطونا التجهيز كامل بالصيف؟ لا. ليش؟ يعني اريد 42000 بالصيف. ها حازم، انا بالصيف حتى اعطي 24 ساعه للمواطنين يراد 42000 ميجا واط كل العراق، كل العراق، وانا راح اعلن اوصل لل 27. هسه ليش اوصل لل 27 يا اخوان؟ يريد لي شغل، عندي مشاريع انا الان حطيتها على السكه، بس انا اريد لوقت حتى انجزها. يعني عندي مشاريع دوره مركبه، يعني عندي مشاريع طاقه شمسيه، عندي مشاريع تدوير النفايات، عندي استغلال طاقه رياح، عندي محطات حراريه، عندي توسعه واستغلال الغاز الوطني بدل من هذا كله موجود. بس هذا غير يريد له سقف زمني. اللي راح اوصل له هو 27000 ميجا واط. شو راح يقدم؟ يقدم صيف افضل من الصيف الماضي، وساعات تجهيز مستقره ومريحه للمواطنين. نعم مو كامله بس مريحه للمواطنين، ما راح تسمح لابتزاز اصحاب المولدات، بعض اصحاب المولدات للمواطنين. هذا اللي راح نقدمه. يعني انت تقول لي استاذ احمد من يصير 42000 بعد ما اشوف وايرات مال مولدات او في شيء في العراق؟ لا استاذ حازم، من نوصل ل 42000 راح نقدر نكفي المنظومه، نشغلها 24 ساعه من حيث الانتاج. استاذ حازم الكهرباء مو بس انتاج، توزيع كهرباء، انتاج ونقل وتوزيع. انا بالانتاج اصلا عندي مشكله بالانتاج الان، عندي مشكله. هسه شنو تقول لي؟ يا اخي انا جاي اقول 27000 راح اوصل وانا اريد 42000، يعني شنو؟ يعني عندي ما يزال ناقص 15000. هذا الشيء يريدني اشتغل عليه، والان انا مشتغل عليه. الحكومه وفرت لي اتفاقيات مع شركات عالميه، نبحث ان شاء الله. اكيد. بالتالي اصلا عندي مشكله بالانتاج لان اكو فجوه ما بين العرض والطلب. اصلا عندي مشكله بالنقل، اكو بعض المحافظات يريد لها بعد خطوط ناقله ومحطات تحويليه. واصلا عندي مشاكل بالتوزيع. شلون؟ هذا اهم شيء. بالتوزيع عندي شبكات قديمه. صحيح، متهالكه. شبكات قديمه ما يراد لها صيانه، يراد ابدلها. تبديل. اليوم استاذ حازم، اليوم العالم كله يعمل بالشبكه الارضيه. فعلا. اندر جراوند، احنا بعدنا نعمل بالشبكه الهوائيه. صح، الموازنه اوجبت على وزاره الكهرباء حولوا شبكاتكم الى اندر جراوند. بس الاندر جراوند الارضي يريد له شغل ويريد له وقت، يريد له تخصيصات. بالتالي المشكله اللي عندنا بالانتاج اكو، بالنقل اكو، بالتوزيع تجاوز. اكو بالتوزيع اكو، قبالة تفصيخ هذا الكم الكبير من المناطق الزراعيه والعشوائيه وتغيير جنس العقار. استاذ حازم احنا اليوم ولد الناس، احنا ما قاعدين بابراج عاديه، احنا ولد الناس، انا وانت من هاي المناطق الشعبيه اللي بيها كان البيت تتحول مول، واللي بيها بيت تتحول مستشفى اهلي، اكو بيوت معامل، وتحول الى معمل وبنص منطقه سكنيه. صحيح. وتحول الى مدرسه اهليه. مو والمشكله وين؟ بعض المستهلك يريدني يبقى اعطيه مثل ما كنت عامله ابو بيت. اقرب لك يا استاذ. واضح واضح. اكو بعض المواطنين شو يقول؟ يقول تجينا الكهرباء ويا ريت ما تجينا. يقول له ليش؟ قال يا اخي تجينا ضعيفه كل شيء ما تشغل. تدري من تطلع على كشف شنو تلقى؟ تلقى ابو وحده سكنيه كان بيت وسواه مدرسه اهلي. انا منطيك كهرباء على اساس بيت، وانت رحت سويته مدرسه اهلي والله يعمرها وبيها 80 سبلت، وانت تريد نفس ال 80 سبلت والمدرسه اللي يكون تبقى مربوطه على الزقاق. خب بالتالي انت تاخذ الكهرباء كلها كي توصل للبيت الاخير ضعيف. مو ويصير عمليه انفجار. هذا اللي نعمل عليه. هذا زين، وانت تريد نفس البيت اللي كنت تعطيك به كهرباء تريد تعطيك للمدرسه وبعدك على المحوله وبعدك على المغذي. خب استهلاكك يتغير. وسوي شت داون.
بالتالي احنا الان هذا كله بدنا نعمل على معالجتكم لهاي التجاوزات. يعني هسه حتى انا هم تجيني حستي كمواطن ملتزم بالقانون في نفس البلوك اللي دي تتحدث عنه اللي سوى مدرسه اهليه، انا شنو ذنبي كمواطن؟ انت حاسبتها انت كوزاره، انت ولك عندك علاقه كوزير بوزير الداخلي وكل الاجهزه الامنيه، حاسبتها هذا وفق القانون او حاسبتها؟ اي نعم، احنا اليوم تعاملنا بضوابط ايصال التيار الكهربائي اللي هي شنو؟ طبعا ساعدتنا فيها الاجهزه الامنيه وغيرها، اللي هي شنو؟ انه اكثر من 50 كيلو واط، احنا شو نريد من هذا؟ احنا ما نريد ننتقم من ابو المول، وما نريد ننتقم من ابو المدرسه الاهلي والمستشفى الاهلي. انا شنو ذنبي؟ احنا نريد ننظم الاستهلاك حتى لا تاثر على باقي المواطنين. شنو سوينا؟ اكو ضوابط فرضها القانون لضوابط ايصال التيار الكهربائي. تقول اكثر من 50 كيلو واط بعد ما يصير تربط على محولات الزقاق. ليش؟ لان تعطبها، لان الناس ما تشوف كهرباء، لان مغذيك يقوم يوقع بالحمل وتطلع الناس ويا الدكتور حازم. صح. وقال له دكتور تجينا خمس دقائق ويطفوها، هو ما يدري مو احنا نطفيها، المغذي يوقع بالحمل. يوقع بالحمل. معالجاتنا شنو؟ ان نراعي ضوابط ايصال التيار الكهربائي. تريد انت الله يعمر دارك، مدرستك، مستشفاك، معملك، روح انصب محوله لوحدك. شايفك. حتى ما تأذي الناس، حتى ما تأذي زقاق الناس، منطقة الناس، كهرباء الناس، نعام لك ضوابط إيصال التيار، تنصب محولة خاصة. نعم احنا ننصب لك اياها، نعم احنا نختار لك اياها، نعم احنا نضبطها فنيا، بس كون ما تأثر على الناس. يسمونها ضوابط إيصال التيار الكهربائي. أضف سنذهب بمشروع أكبر اللي هو شنو؟ مشاريع التحول الذكي بالشبكة الكهربائية، ميزانية وكذا ذكي، مقياس ذكي، مقياس ذكي. قبل هذا كله سمعت، عفوا استاذ احمد، وصل الموضوع. اي صح، ان شاء الله مع نصف السنه، نصف هذه السنه. احنا شنو سوينا؟ احنا تدري احنا اختارينا اول مره 10 مناطق، لان هو الموضوع تجربه. اختارينا 10 مناطق، هذه العشر مناطق اربعه في بغداد وسته بالمحافظات، كل محافظه منطقه. درسنا شبكاتها، درسنا مغذياتها، درسنا احمالها، درسنا المشتركين اللي بيها حتى نقدر ننجح التجربة إذا ندخل. تمام. اختارينا 10، بعدين ضفنا لها 5، وطبعا الموضوع طرح على مجلس الوزراء وجرى التصويت عليه، وطرح على لجنة الطاقة والكهرباء النيابية، وأيضا أبدوا ملاحظاتهم وصححنا جزء بي. أعلناه، من أعلناه قدمت لنا شركات تعمل، من جت قدمت الشركات. خص خص تصير؟ مو خص خص، هسا أقول لك. من أعلناه جتنا شركات متقدمة، قدمت ببروفايلاتها وملفات. درسناه فنيا، درسنا ماليا، درسنا اقتصاديا، درسنا الموديلات اللي راح تشتغل اللي هي شنو. هسه اقول لك، من درسنا هذا المشروع ككل، اول طبعا راح نحيله، هسه راح نحيله بدايه شهر السادس مع نصف السنه. هذا المشروع ايش راح يستهدف؟ اول شغله بالموضوع ما له علاقه بالمواطن البسيط، دارك المعمور، بيتي، بيت الناس، ما له علاقه. تدري ليش؟ هو اللي يؤذي الشبكه مو المواطن العادي. صح. لأذي الأحمال العالية. تدري من أقول لك أحمال؟ تحدثنا عليها قبل قليل. هسه من أقول لك أحمال عالية تتفاجئ أستاذ حازم. يعني أنت اليوم فندق، تتصور فندق. إيه. 8 طوابق. معقولة أنت من تجي إلى جبايته عنده مقياس، والمقياس يقرأ. تجي إلى جبايته تلقى جبايته شهرين 51,000. أوف. شنو يعني؟ يعني أكو تلاعب. تلاعب؟ يعني أكو تلاعب. يعني اكو مقياس ملعوب بي، يعني اكو قراءه مو صحيحه، يعني اكو تواطؤ بالموضوع. مو انا شنو اريد هذه الاحمال العاليه اسيطر بها على احمال الشبكه. شنو يعني؟ انا ليش قلت لك ما له دخل المواطن البسيط؟ انا من طرحنا هذا الموضوع المواطن تخوف، قال ام راح ترجعون للخصخصه. قلنا بس لحظه، هذا الموضوع ما له علاقه بالمواطن البسيط، راح يخدم المواطن البسيط. قالوا شلون؟ انا راح انصب لك ميتر عداد، العداد اخليه بالبيت وخليه على المحولة، وخليه على المغذي، وخليه بالمحطة. ستقول لي ليش؟ أخليه بالمحطة وخليه على المغذي؟ يعني أنا وزارة كهرباء أريد أراقب قطاعاتي خوش تشتغل، أكو عندهم طاقة ضايعة، أكو عندهم فلوس ما جاي توصلني بشكل صحيح لو لا. أقدر أطح هاي المنطقة، أفرض البلديات من أطيح حصة من الكهرباء، أريد أشوفه بالبلديات يجيب هاي الطاقة المجهزة لو تروح بلاش. تمام؟ واضح. فحطيت ميتر على المغذي، وحطيت ميتر على المحولة، حتى المحولة أشوف هاي المحولة تتحمل هاي الناس اللي عليها لو يريد أكبرها. على أساسه؟ لو يريد أكبرها. هذا واثنين. ثالثا من نحط مقياس للمواطن يضمن قراءة مخطوءة ماكو،
حازم ايش قد يجوك ناس قال لك يا اخي انا هذا مو استهلاكي طالع علي قائمه كبيره وهذا مو استهلاكي وهاي اشتكت عالم ايش قد يجيك كم مواطن يجيك يقول لك ادفع وترجع علي بالقائمه اللي وراها صح؟ اي صح وكانما ما دافع عني واروح اراجع ده هذا كله بعد ماكو بالمقياس الذكي المواطن يقدر يشوف المقياس قدامه حجم استهلاكه يقدر يقرا حجم استهلاكه بالموبايل يقدر يدفع بالموبايل من الموبايل من هو بالشارع بالطريق بالسياره يشيك احماله ويدفع ثالثا والخطوه المهمه شنو راح يسيطر على الاستهلاك اكو نوبات استهلاك ما له داعي استاذ حازم تطلع صبح ظهر عصر تلقى الدنيا كلها مشتغله والبيت ما حد بيه والشارع ما حد بيه والمحل ما حد بيه هذه احنا خطوه مهمه حتى نسيطر على الاستهلاك نقول للمواطن يا اخي رشد رشد بالاستهلاك اضف المناطق اللي راح ندخلها ان شاء الله مع منتصف العام من نطرح التحول الذكي اول ما ندخل لهاي المناطق يصير التجهيز ب 24 ساعه اول ما ندخل بالمناطق التحول الذكي يصير 24 ساعه تجهيز وما له علاقه غاز راح غاز يجي المنظومه خربت المغاير انقطع ما له علاقه خدمه 24 ساعه تجهيز 24 ساعه بس هذا لا يفهم كلامي غلط هو دا اقول لك اياه مو بالصيف هاي بالمناطق راح نتحول بيها تحول ذكي هسه هنا راح اسالك سؤال هسه حتى لا يفهم انت وصلت النتيجه قبل ان اسالك اي استاذ احمد مو هسه يفتهم من عندك من تقول له اني اجهز من اخلي الذكي بهاي المنطقه راح تجهز 24 ساعه 24 ساعه اذا انت خب علم يعني اذا انت على الذكي خب ليش ما تجهز اصلا المواطن بدون ذكي 24 ساعه اولا مو انا بدي اشوف نجاح التجربه تنجح لو ما تنجح جربها على وفق التجربه يعني 24 ساعه هاي المناطق شي يريد له التحول الذكي بالشبكه شي يريد له يريد له شبكه جاهزه إذا شبكة زينة يعني أنا خب ما أجي على شبكة ما له إلا واحد مقياس ذكي ستقول لي ليش هذا المقياس الذكي راح نصبه بالبيت هو شنو شغله شنو شغله راح يربط بمنظومة المراقبة الإلكترونية للسيطرة الوطني شنو يعني بعد المواطن من يريد يجي يتجاوز على المقياس شنو يعني يتجاوز يربط السبلت برا يربط السخان برا المقياس راح يسوي راح يطفى الحالة بأوبشن بخيار بمعامل الكتروني راح يطفي راح تطفي الكهرباء على البيت كله مو بس تطفي راح يعطي اشاره لمركز السيطره هذا المكان صار بيه تلاعب صار بيه تلاعب منين من المواطن من الناس من ما ادري منين اضف هذا المقياس راح يبين لك حجم استهلاكك الحقيقي راح يقول لك هذا ترى مو بيت هذا معمل ترى هذا مو بيت هذا فندق روح اطلع عليه روح عامله معامله غير معامله حتى يحافظ لك على الشبكه وما يهرئ الاسلاك وما يخرب وما يخرب التجهيز الكهرباء على المواطنين. هذا التجهيز بالمناطق اللي راح ندخلها ان شاء الله 24 ساعه تجهيز 24 ساعه خدمه المقياس اللي راح ننصبه ولا درهم المواطن يدفع ولا درهم يدفع راح ينصب علينا خاف المواطن يقول امر راح نرجع ندفع فلوس ابدا الفلوس علينا درهم ما يدفع المواطن وتعرفه ما راح تزيد. ولا دينار واحد راح تزيد يعني أنا إذا تجي لي بالشهر 21,000 هي نفس 21,000 يجوز راح تقل يجوز راح تقل أنا سمم جاوز أما أستاذ حازم أنت اليوم عندك مقياس في البيت زين أنت تعرف حجم استهلاكك إيش قد ما تعرف أنت حتى من تتابع للمقياس ما اختصاصي ما تعرف صح هذا المقياس بقراءة إلكترونية يقول لك اليوم ايش قد صرفت يوم واحد بالشهر ايش قد صرفت يوم اثنين ايش قد صرفت يوم ثلاثة ايش قد صرفت يوم عشرة بالشهر ايش قد صرفت يوم عشرين ايش قد صرفت قدامك استهلاكك قدامك فلو تدير بالك على جيبك لان انت استهلاكك بكيفك انت راح تدفع عليه فلوس لو تدير بالك على جيبك واستهلاكك انت راح تقوم شو تسوي توصي طفو طفو زايد طفو المتردو طفو المهد هذا ايش راح يعود لنا بالنفع؟ ترشيد راح نسيطر على الاحمال ال 27 اللي اسولف انا بدل ما اشغل له 16 يجوز راح تشغل له 20 مو؟ راح يصير ترشيد طوعي راح يصير ترشيد استهلاك طاقه كهربائيه وراح يخدم المواطن احسنتم استاذ احمد شكرا على هاي المعلومات بصراحه مهمه جدا وعندنا كذلك موضوعة سفره واشنطن دوله رئيس الوزراء اكيد يعني شركات مهمة أكيد الكتريك وغيرها وغيرها شوف صار تعاقد ويا هذا الموضوع حلوا قضية بأنه عندنا تعرف أنت أكو ربط كهرباء مشارع ربط هاي المواضيع طلعت بيها وزارة الكهرباء بأشياء جديدة أي
شوف استاذي، احنا حتى زياره السيد رئيس الوزراء اللي تصدرها ملف الكهرباء بصراحه وتشفتوه، يعني عقدت اتفاقيات، عقدت مذكرات تفاهم، جرى دعوه الشركات المعنيه بقطاع الطاقه في ظل التحسن الامني والبيئه الجاذبه للاستثمار. اليوم العالم كله يريد يشتغل ويا العراق، خصوصا بقطاع الكهرباء. استاذ قطاع الكهرباء يريد له شغل، يريد له شغل هواي. اليوم انا حتى مو جاي اسولف على 42,000، انا لازم بالسنه الواحده اضيف من 2000 الى 2500 حتى لحق على النمو. يعني شنو؟ صح نمو سكان، يعني انا باربع خمس سنوات لازم ازيد في 10,000 بحيث من اطلع وياك اقول لك استاذ حازم يريد 52,000 مو 42. شنو يعني قطاع الطاقه بتطور ويريد له شغل مستمر ويريد له دعوه شركات عالميه. هذا تحقق بزياره السيد رئيس الوزراء، لان كل الشركات العالميه المعنيه بقطاع الطاقه جتي اجتمعت برئيس الوزراء ووجهت لهم دعوات زور العراق. ها الشركات الرصينه العالميه جيت، لان ابدوا رغبتهم بالعمل مع العراق خصوصا بقطاع الكهرباء. هاي واحده. ثانيا، احنا باوقات سابقه بهذه الحكومه وقعنا عقود مع جي اي، وقعنا مع سيمنز، وقعنا مع ستيلر، وقعنا مع شركات عالمية كبرى. بالإشارة لزيارة واشنطن، شنو اللي صار؟ هذه الاتفاقيات اللي وقعتها وزارة الكهرباء تعززت بزيارة السيد رئيس الوزراء، لأن تترجم وين؟ إلى مذكرات تفاهم وعقود. شنو سويت؟ يعني تحولت إلى عقود لو بقت مذكرات تفاهم. نعم، هنالك عقود. شوف احنا وقعنا مع جي اي صيانات طويلة الأمد لمدة 5 سنوات. حتى الساسة، تعذرني شوي احكي هواي، لا تفضل. حتى الساسة، حتى السياسيين يسألنا كان ليش جي مهيمنة على قطاع الكهرباء؟ ليش ما تفسحون المجال لشركات أخرى؟ ليش مو سيمز تشتغل؟ مو اشتغلت بمصر؟ قلنا اخوان ترى شغل سيمز اشتغلت ويا مصر، احنا شغلنا ويا سيمز أكبر من مصر. قالوا ها؟ نعم. قالوا شلون؟ هسه أقول لك. احنا شنو سوينا؟ جي اي ناصبة بالعراق محطات بواقع 19,000 ميجا وات. ناصبة 19,000 ميجا وات بالعراق. شوف هذا كلش مهم حجم انتاجها. شوف استاذ هذا ما الواحد يعرف يفكر صح. انا ليش اقول لك هاي العقلية والذهنية لعد رئيس الوزراء عملت على تصحيح هذا الملف، وكل ما نحتاجه بس الوقت، بس الوقت حتى ننتهي من ملف الكهرباء. سيد رئيس الوزراء من استفسر من وزارة الكهرباء وخطتها وشي واكبها بشكل يومي، قال ايش تحتاجنا لعقود واتفاقيات وتخصيصات و و و كلهن وفرهن. من جينا الى جي اي قال جي ايش قد ناصبين بالعراق؟ قلنا له ناصبين محطات بواقع 19,000 ميجا وات، يعني محطات ووحدات توليديه ناصبتها جي اي. قال هاي المحطات يريد لها صيانه؟ قلنا لك سنويا، لازم كل سنه اسوي لها صيانه. قال من يسوي صيانه للوحدات التوليديه؟ الشركه. لا هذا المشكل وين؟ قلنا لا، اكو ملاكاتنا تسويها واكو شركات نوبات اخرى ننتدب شركات تسوي. قال يعني المحطات ناصبتها جي اي والمحركات جي اي، وجي اي عندنا تعمل بالعراق. زين انا ليش افتر هاي الفره مثل خالد بن الوليد من ورا الجبل واروح على شركات ثانويه اخرى؟ خب ليش ما اروح للشركه الام؟ وهذا اكيد اكيد بالعقود موجود. شوف شوف صيانه احكي لك اياها شويه اوضح. قال انا بدل ما اروح لشركات ثانويه واطق مسيونات واعطي عقود واعطي اطب بمرض فلان، خب ليش ما اروح للشركه قبل؟ هي جي اي تشتغل ويانا وعندها عقود ويانا وعندها مشاريع ويانا. رحنا وين؟ دزوا على ابو جي اي، دز عليهم السيد الوزير، قعد افترش خارطه فنيه، ايش عندكم محطات ناصبيه بالعراق؟ هاي الوحدات انتم ناصبيه؟ قالوا لي. قال سووا لنا صيانات طويله الامد الها لمده 5 سنوات. ايش سوى؟ سوى هاي المحركات ناصبتها جي اي. قالوا مو انتم ناصبينها؟ قالوا لا. قال سووا لي له صيانه، الصيانه يستدعي تبديل قطع الغيار. تمام. قطع غيار انتم من عندكم، انتم الشركه المصنعه. سووا لي صيانات، رجعوا لي هذه الوحدات التوليديه نفس ما كانت توها منصوبه. حلو. شنو سوى هذا؟ العارضه هنا 4,000 والسنه 3,000 ميجا وات. فقط من هاي الشركه. من هاي الشركه. بعد قلنا له يعني السيد رئيس الوزراء استعرض امام السيد الوزير، قال له مع دولة الرئيس اكو طاقات ضايعه من الوحدات التوليديه. من شوف هذا ايضا جدا مهم. هسه الان خطه وزارتنا تطلع الطاقات الضايعه من الوحدات التوليديه العامله. من اللي هي بالعمل؟ قال يعني شلون؟ استاذ حازم انت رجل استاذ ودكتور، استاذنا كله الله يعافيك. اليوم اكو وحده توليديه بالعمل
طاقتها التصميمية ايش قد؟ 100 ميجا واط. من اجيال للوحدة التوليدية، من اجيال الوزير مو سوى جولات على المحطات لقى الوحدة التوليدية تشتغل 60. شنو السبب؟ قال لهم هاي الوحدة التوليدية ايش قد طاقتها؟ قالوا له 100. قال لهم انتم ايش قد مشغلها؟ قالوا له 60. قال لهم ليش مشغلها 60؟ قالوا له مع الوزير نخاف على الوحدة التوليدية. قالوا يعني شنو تخافون على الوحدة التوليدية؟ محركها مثل محرك الطيارة. مثل محرك الطيارة. قالوا يعني شنو تخافون على الوحدة؟ قالوا له خاف المحرك يتفلش وهو يشتغل. قالوا ليش يتفلش؟ قالوا له الصدق؟ قال لهم ايه؟ قالوا له الدولة مع الوزير صيانتها مو تمام. قالوا يعني شنو صيانتها مو تمام؟ قالوا له هاي من كنا نسوي صيانة قطع غيار ما نبدلهن، نرتبهن، ننظفهن ونرجعهن، انه لازم يتبدله. قال لهم انا وحده توليديه طاقتها 100 وانا طاب بمعمعه الصيف وصار فاي مبالغ زين، اذا بالصيف ما تجيني امتى تجيني بعد؟ هذا شنو سوى؟ سوينا عقد ويا جي اي شرطنا عليهم هاي الوحدات رجعوها مثل ما كانت بطاقتها. ايش جابت لنا؟ بس بهذا الصيف 548 ميجا وات بس بهذا. رحنا لسيمنز، سيمنز عندكم طاقه تشتغلون ويانا؟ قالوا احنا مشتغلين وياكم. قلنا لهم عندكم طاقة تسوون لنا محطات حرارية؟ شوف استاذ حازم شنو محطات حرارية؟ احنا الان محطاتنا اللي نسولف عنها غازية. يعني تريد غاز حتى تشتغل تمام، والغاز الوطني ما يكفي واروح استورد غاز من ايران صح، ويا ساتساع ينقطع الغاز وانا اطلع الطوم يم استاذ حازم راح اكون عند المنظومة لان ماكو غاز مو؟ صحيح. صار التوجيه سيمنز تقدرون تنصبون لي محطات حرارية؟ قالوا لنا نقدر. شنو حرارية؟ شنو طاقة حرارية تشتغل على حي الأنواع وقود موجود عندنا هنا. احنا الغاز مو ما يكفينا صح صح، بس عندنا وقود نفط خام وعندنا غازويل وعندنا نفثة وعندنا كرود. قال لهم هاي الوقود موجود عندنا، تقدرون تسوون لنا محطات تشتغل على هذه الوقود؟ قالوا لنا اي، حلنا محطة الشنافية ومحطة الفاو ومحطة عفوا الشمال، هاي محطات راح ترجع بعد. عندكم طاقة ترجعون لنا محطة بيجي اللي دمرها داعش؟ قالوا له ايه. بيجي كانت بطاقة 1800 ميجا واط، الآن راح نحيلها لأن تنصب محطة ب 2800 ميجا واط. محطة بيجي الغازية رقم واحد مدمرة ترجعوها؟ قالوا له ايه حلناها. محطة بيجي الغازية الثانية مدمرة تعمروها؟ قالوا ايه حلناها. عندكم طاقة تنصبون لنا مشاريع بلا وقود؟ سيقول استاذ شلون هذا؟ شلون محطة النصب تشتغل بلا وقود؟ اي شلون؟ عندنا محطات اسمها الدورة المركبة. شنو الدورة المركبة؟ اللي هي تنصب محركات تشتغل على الحرارة الطالعة من الوحدات الغازية. صح. هاي الوحدات الغازية مو تشتغل تطلع حرارة، هاي شغلها المركبة تاخذ الحرارة تحبسها تحولها طاقة حركية تسويها طاقة نصف طاقة المحطة. ايش راح تجيب؟ 4000 ميجا وات، لان وقعها رئيس الوزراء بواشنطن. اها. وقعها رئيس الوزراء ويا جي 3000 ميجا وات. ووقع صيانات طويله الامد ب 7500 ميجا وات. وكنا بوقت سابق قد وقعنا مع سيمنز خارطه لنصب محطات الدوره المركبه ورسم خارطه فنيه لقطاع النقل وتوسيع المحطات التحويليه، بالتالي ماشيين بشكل صحيح. نحتاج الوقت. هاي الخطط اللي هسه تحدثت عليها ويا جي اي ويا سيمنز والصيانه حتى شركات ايرانيه وتركيه وكوريه وصينيه كله يعمل 27 لو خطه المستقبل 42. لا هذا الخطه انا احكي لك اياها تنجز بثلاث سنوات. اها. اللي هي شنو بيها؟ هاي المشاريع اللي ذكرناها، محطات حراريه، محطات دوره مركبه، محطات طاقه شمسيه. ترى توتال الفرنسيه الان بدات تشتغل على 1000 ميجا وات، وباور تشاينا الصينيه بدات تشتغل على 750 ميجا وات طاقه شمسيه، يعني على اربع محافظات، ومجموعه البلاد تشتغل بالاسكندريه وبكربلاء على 525 ميجا وات، وراح نوقع مع اكوا باور السعوديه على 1000 ميجا وات، وراح نوقع مع مصدر على 1000 ميجا وات. هذه كلها طاقه شمسيه، هاي كلها طاقه شمسيه. ومشاريع الربط الكهربائي ويا الاردن كملنا المرحله الاولى والان الرطبه بها كهرباء وطنيه، من 11 عام ما بها كهرباء وطنيه، الان الربط الكهربائي العراق الاردن دخل للعمل مرحله اولى وراح تكمل المرحله الثانيه، ويا الخليج راح نكمل ويا راس السنه المرحله الاولى، ويا تركيا عندنا ربط جاهز ننتظر الاسعار تصير مناسبه، وعندنا ربط ويا السعوديه جار العمل عليه بشكل صحيح، وعندنا استغلال الغاز الوطني هذا المهم جدا. صار حازم هاي المحطات سولفت عنها كلها يريد لها شنو؟ غاز. ستقول لي تشتغل بس على الغاز؟ لا،
هي تشتغل على حي الله انواع الوقود، تشتغل على الوقود الثقيل وعلى النفط الخام وعلى الكرود وعلى الغازويل، وان كان ترى مكلف، مكلف الغاز ارخصهن، ارخصهن واحسنهن. الغاز الوطني ما يكفي، الغاز الوطني هسه اللي جاي يطلع وزاره النفط ما يسد حاجه الكهرباء. رحنا وقعنا ويا الجانب الايراني على عقد 5 سنوات، تعطونا غاز بين ما نكمل حقول الغاز. رئيس الوزراء شايل له رايه على استغلال الغاز الوطني. ليش؟ استاذ حازم احنا كل سنه نطي 4 مليار دولار. صح. 4 مليار دولار نطيه بس للغاز. هو من سؤاله السيد رئيس الوزراء قال اكو بلد يحرق غازه ويروح يصرف 4 مليار دولار يطي البلد ثاني حتى يشغل محطاته؟ اولا ياهل احسن غازي جواي واستغله لو اجيب غاز من برا. لا بالتاكيد غازك. زين ياهل احسن هاي الاربع مليار اصرفهم على الغاز لو سووا بيهم طرق وجسور ومدارس ومحطات. زين هذا الغاز اللي جاي يحترق شو مسوي بالبيئه؟ شو مسوي بالعالم؟ تمام. شو ممرض العالم؟ شال رايه لازم استغل حقول الغاز الوطنيه. ووقعنا جوله التراخيص الخامسه والان نوقع الجوله السادسه لاستغلال حقول الغاز. واقول لك يا استاذ حازم لاول مره انا موظف لثلاثين سنه جوله التراخيص الاولى والثانيه والثالثه والرابعه ما بيها حقول غاز، لاول مره نحط حقول الغاز بجوله التراخيص. كنا كل جوله روح بيع نفط، روح جيب فلوسه حطها بالبنك المركزي مول الدوله. ما حد حاط حقول الغاز، هالمره السيد رئيس الوزراء حط حقول الغاز حتى تسد حاجه الكهرباء. شنو يعني؟ ماضين بمعالجات حقيقيه وصحيحه لملف الكهرباء. كل ما نريده شويه الوقت حق الناس تعبت وتأذت وانهارت من قطع الكهرباء، بس والله ماضين بالمعالجات يرد لنا وقت. على حديثك الأول حقهم. حقهم. فحقهم. طبعا حقهم. يعني أنت تحدثت على اتفاق كلش مهم قضية الغاز واللي تعاقدت مع شركات استخراج الغاز من حرق بالآبار النفطية. دائما احنا نشوف نروح البصرة نشوف هاي الشعلة أو بالناصرية، يعني هاي ثروة وطنية بصراحة. أكيد. تنهضم. يعني من ذاك الزمان. فرطوا بيها من ذاك الزمان وشركات اتوقع اتذكر شركات اجنبيه قالت بانه طنا. شوفوا استاذ شنو كان الفرق بين هذا الزمان؟ احنا قبل احكي لك بال 2003 اي كان العراق كله 3400 ميجا وات. صح. هسه الان انا نسبه السكان انا اسولف على 27 بالمناسبه ترى ماكو بلد يحتاج طاقه سنويا 2500 ميجا وات. انت لازم بالمنطقه ماكو. يعني هسه بكل دول العالم انت من نسولف من نقعد اجتماعات ونسولف وكذا يقول احنا سنويا لازم نضيف 2500 ميجا وات حتى نلحق. قال ماكو شيء زياده. نسبه النمو ايش قد عندكم؟ قلنا 8% تصل الى 10 11%. قال زين هاي الزياده ما تتناسب طرديا ويا النمو، شلون عندكم هيجي؟ كنا عندنا سوق مفتوحه صح حازم، لذلك هذه من خلال قناتك ولاول مره اذكرها. لابد ان يقوم جهاز السيطره تقيس والسيطرة النوعية بمراقبة السوق. شنو يعني؟ صح حازم إذا أنزل أنا وياك جولة بالشارع ألقى سلع كهربائية مو استيراد مفتوح هذه لا بها آيزو طاقة، لا بها ملصق طاقة، لا مفحوصة، لا بها متسعات، لا بها مكثفات، هذا شغل كهرباء يعني. هذا يجيبها حطها بالشبكة أنت تلقاه ما هالقدوته هيتر هالقدوته بس شايفة من الشغلة يسحب لك كهرباء البيت كله. تدري ليش؟ لان هذا ما مفحوص، هذا ضرب الشبكه ما جايبينه احنا يتلائم مع الشبكه الكهربائيه، ولذلك لازم يقومون بدورهم، واعتقد اكو توجيه بها من السيد وزير التخطيط انه فحص الاجهزه داخله للسوق لازم تكون مناسبه للشبكه الكهربائيه. بعد الغسيل لما وين يروح؟ يعني الدوله عامله على معالجته والله بشكل كبير، انا اعتقد انه اليوم اكو ثقه لدى المواطن بالجهد الحكومي. صدق يعني فعلا اريد اسالك هذا السؤال حتى قبل ان نختم. مريت انت ما شاء الله مخضرم بوزاره الكهرباء 30 مو 30 سنه بيها؟ ايه 30 سنه. العمر كله ان شاء الله. الله يبارك فيك. حنطلع تقاعد بعد ما بقيت. لا كمل ويا السودان والله. تجربتك يعني مع احترامنا لكل شخصيات الوزاره اللي تعاقبت على اداره او تسلم وزاره الكهرباء. رؤيتك انت بخصوص هاي الحكومه مو لان انت جرد من انت نعم نعم منصبك نعم نعم. هل فعلا السودان قادر على تغيير ما 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 حفظت الوزاره من تراكم اشكاليات في مؤسسه جدا جدا مهمه في مؤسسات الدوله العراقيه؟
شوف يعني أتكلم مرة مواطن ومرة موظف. مرة موظف أريد أنجح بعملي، وطبعا اللي ينجحني بعملي أداء الحكومة، لأن أنا فرد من الحكومة. ومرة أنا مواطن أنه أراقب بعين مواطن وذهن مواطن. أنا أقول والله بدون تزلف، الله شاهد ورسول، ربما أنا محسوب على جهة أخرى يعني. أعرف حياهم الله. فبالتالي يعني أنا أقولها بتجرد بالمناسبة أستاذ حازم، الله شاهد، ماكو فد يوم للأيام صار علي إملاءات أنه أنت تحدث بكذا واحكي بكذا واحكي بكذا، احكي بواقعية يعني. لا أكو توجيه أنه لا تدعم وقصر ولا تمارس دورك ولا تدعم، بالعكس أنت تعرف شغلك روح سوي شغلك. وأنا أقولها بتجرد بتجرد، أول ما عمل عليه السيد رئيس الوزراء ما يلي الحالي السيد السوداني، عمل على ردم هذه الفجوة المفقودة ما بين الناس والجهد الحكومي. الله شاهد، أنا أقولها يعني بتجرد، عمل على رد. أستاذ قبل كنت تطلع السؤال في الناس ما تثق ما تثق، اليوم باتت الناس تنتظر خطابك. حتى منكو مشكلة مثلا بالكهرباء، منكو مشكلة بالمرور، منكو مشكلة بالمياه، تنتظر الناس يعني المتحدث الحكومي شنو وجهة نظر الحكومة بالموضوع. خلنا نفتهم يعني، نبات الصرع عندنا ازمات بالكهرباء، قال لك انا اشوف الناس يعني قال لك وين خلي يطلع لنا المتحدث، خلنا نفتهم شكو. بالتالي هذه الفجوة اللي كانت مفقودة اليوم باتت لدى الناس ثقة بالأداء الحكومي. ثاني واحد. ثانيا، أنا أعتقد أن السيد رئيس الوزراء أدرك جيدا وكذلك كابينة الوزارة أن هنالك ملفات ذات تحديات ما ينفع تقودها من وراء مكتب، انزل ميداني انزل ميداني. ولذلك أنت تشوف هذه الجولات المكوكية وزيارات المحافظات والوقوف على المشاريع المتلكة كلها من ضمن أجندات هذه الحكومة. بالتالي أنا أعتقد أن الموضوع ماشي بشكل صحيح، والحكومة حققت نجاح نسبي، إن شاء الله سنستكمله مع دعم الخيرين أمثالكم. أحسنتم، جزاكم الله خير، شكرا لكافة الأجوبة المنطقية الواقعية، اعترافكم بوجود قصور طبعاً. وليس تقصير بالتأكيد طبعاً. فرق كبير، هذا القصور الموجود لابد أن يحل من خلال هذه الاتفاقيات والشركات والإنتاج. شكرا للأستاذ أحمد موسى العباد، متحدث رسمي وزارة الكهرباء، شكرا جزيلا، شكرا لحضورك، وشكرا لمعالي الوزير وكافة الأخوة الموجودين في الوزارة. مشاهدين الكرام، قبل أن أنهي على الماشي بصراحة أسألكم سالفة صغيرة وأتوكل نختم. قبل أيام ما حدد اليوم حتى لا ممكن يحاسب الأخوة الموظفين في وزارة النقل، جيت من البصرة لبغداد بالطيارة، قبل لا نصعد للطيارة بالجيتس نروح للطيارة، صادفنا أخوات، بالتالي امرأة أجنبية أخت عزيزة أكيد، بملابس غير ملابس محتشمة بصراحة اثنين منا. هذا ميهمني لأن هذا يخص إشكاليتي يعني، مو ما له علاقة بالموضوع. المهم أريد أوصلكم إلى الموضوع اللي صار، صعدوا بالطيارة على البزنس، قعدوا، هذا ما يخصني، ممكن دافعين فلوس لشركة خطوط الجو العراقية في مكان ما يعجبهم، هي مو هنا المشكلة. المشكلة من نزلنا سيارة VIP إلى الأخوات، تجيهم من باب الطيارة تأخذهم وتطلعهم خارج المطار. هنا مو شخصيات سياسية أولا تماما، ولا شخصيات حكومية بينة، لأن ما معقولة هذا الوجه وهذا، ويعني ما أرد عليكم بالتفاصيل، إلى وزارة النقل، إلى الجهات الأمنية الموجودة يعني المهيمنة على القرار في قضية سيارات VIP، والمسؤول لازم توصل سيارته يم المدرج يلا يصعد، هذا الاهتمام المبالغ به، البلوغرات والغيره وغيره. شو خلنا نستحي، شو خلنا نستحي يعني، هاي للناس اللي ما يستحون بصراحه دحكي، خلنا نستحي على انفسنا. احنا نريد رجال دوله، مو رجال يلهتون وراء البلوغرات. واضحه الفكره؟ في ختام الحلقه تحب تقبلوا تحيات
كادر البرنامج هنا معدوم مقدم برنامج حازم الحربي، ألتقيكم بإذن الله تعالى الأسبوع القادم يوم السبت في الساعة 9 مساء. في أمان الله.